كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين. تفاصيل المخطط وآليات عمله والعناصر الإرهابية المتورطة به. في إطار الجهود الرامية لحماية أمن ومصالح الوطن ومكتسباته، نجح جهاز الأمن الوطني يوم 13 من أغسطس لعام 2010 في تفكيك شبكة تنظيمية سرية وإحباط مخططها الإرهابي التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة للنسيج الاجتماعي بكل موروثاته الحضارية والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وتتألف هذه الشبكة من عناصر في الداخل والخارج قامت بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولا وفعلا، وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها، وذلك على النحو التالي: المحور الأول، القيام بعقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج بمعرفة قيادات الشبكة التي تنتمي لحركات وتيارات غير مرخصة وغير مشروعة خارجة عن القانون للإعداد والتنسيق لتوزيع الأدوار والمهام وآليات العمل ومصادر التمويل وتحديد الأهداف المرحلية وصولا إلى العمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة. المحور الثاني، بث الدعايات والأخبار الكاذبة في الداخل من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة التي تم استغلالها دون وجه حق وتوظيف الخطاب الديني وكذلك النشرات والبيانات وغيرها بغرض إثارة الشارع والخروج على النظام العام ونشر الفوضى عبر القيام بأعمال الإرهاب والشغب والتخريب. ولم يكتف المتهمون بهذه الأفعال والممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا، وإنما قاموا أيضا بالتغرير ترغيبا وترهيبا بالشباب وصغار السن لارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية تحت دعاوى باطلة بهدف تفريخ العنف ونشر ثقافة في المجتمع من غير رادع أخلاقي أو إنساني. المحور الثالث، توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج وتحت غطاءات متنوعة سواء الواردة من تبرعات رجال أعمال وتجار أما المتحصلة من أموال الخمس للإنفاق والصرف على تنفيذ مخططات الشبكة وأغراضها الإرهابية، ومنها نفقات السفارات الخارجية لعدد من القيادات وتدبير الأدوات والمواد المستخدمة في التخريب، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية للعناصر التي تقوم بتنفيذ تلك الجرائم المدانة. المحور الرابع، القيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بمملكة البحرين تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الشبكة وتعمل تحت إمرتهم ويتم إمدادها بالأموال اللازمة بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية بصفة يومية وبخطة منظمة ومحكمة، كل حسب منطقته المحددة سلفا. المحور الخامس، الاتصال بجهات وأحزاب خارجية في محاولة للاستقواء بها والحصول على دعم ومساندة تنظيمية ولوجستية لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها غير المشروعة، إلا أن معظم تلك الجهات رفضت التعامل معها. المحور السادس، قام كل من المدعوين سعيد الشهابي وجعفر الحسابي وآخرون وهما من القائمين على ما يسمى حركة أحرار البحرين الإسلامية ومقرها لندن، وتدعو صراحة إلى إسقاط وتغيير نظام الحكم بالقوة وأي وسيلة أخرى والتحريض على الكراهية والقيام بأعمال الإرهاب والتخريب بالتنسيق مع قيادات الشبكة في الداخل لتنفيذ تلك الأعمال المشينة والحض عليها. المحور السابع، إجراء الاتصالات بمنظمات وهيئات خارجية
وإمدادها بمعلومات مغلوطة وكاذبة وبيانات وتقارير غير صحيحة ومزيفة عن واقع الأوضاع في مملكة البحرين بغرض الإساءة والتأثير على نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية. إن الشبكة التنظيمية التي تم كشف مخططها وضبط عدد من عناصرها توفرت بها جميع أركان الجريمة الإرهابية تنظيما وتحريضا وتمويلا وتنفيذا. ووفقا للقانون البحريني رقم 58 لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فإن الإرهاب هو أي استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونا يلجأ إليها الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي. إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعرض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لعملها أو منع وعرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها. وفي وطن يتسع للجميع وينعم بمناخ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير واحترام كافة الآراء، أبى هؤلاء من الخارجين على القانون إلا أن يسيروا عكس اتجاه الإصلاح ومسيرة الديمقراطية، وكان خيارهم هو الإرهاب والتخريب والعنف والإساءة. إن الأجهزة الأمنية التي تتشرف بحمل رسالتها السامية وأداء واجبها المقدس ستبقى العين الساهرة لأمن الوطن والمواطن وسياجه المنيع وحماية مسيرته ومنجزاته ضد كل عمل إرهابي وإجرامي، وسوف تستمر في تعقب قوى الشر والإرهاب والتخريب حسب الصلاحيات المخولة لها قانونا من أجل حفظ السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وحقوق المواطنة ومسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان بقوة القانون باعتباره الفيصل والحكم والمرجع في دولة المؤسسات التي تعززت أركانها ودعائمها بفضل المشروع الإصلاحي الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن مملكة البحرين كانت وستبقى دائما بلدا آمنا مستقرا ومجتمعا لا يعرف للفرقة والكراهية سبيلا، وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الوطن ومكتسباته بأي وسيلة كانت والعبث بمقدراته وأمنه واستقراره سوف يجد التدابير والإجراءات الكفيلة بردعه بكل حزب وسيلقى الجزاء الذي يستحقه، ولن يكون في مأمن أينما كان من يد القانون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. تفاصيل المخطط الإرهابي وآليات عمله والعناصر المتورطة به. ارتكب المتهمون من قيادات الشبكة الجرائم الإرهابية التالية: تأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتهم لتنفيذ تلك الأغراض. أسس المتهمون جماعة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة هي أعمال الحرق والتخريب والإتلاف. قام المتهمون بجمع الأموال لتمويل ودعم نشاط تلك الجماعة، إذاعة دعايات مثيرة وأخبار كاذبة لتحقيق أغراض وأهداف تلك الجماعة
والتي كان من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد. أتحرض على القيام بأعمال الشغب والتجمهر في الأماكن العامة لارتكاب جرائم الحرق والإتلاف ومقاومة السلطات؟ التحريض من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر المواقع الإلكترونية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وعدم الانقياد للقوانين. القيادات الإرهابية والمحرضة على أعمال الإرهاب والتخريب. المدعو عبد الجليل عبد الله السنكيس، السن 48، أكاديمي، ينتمي إلى ما يسمى حركة حق، حصل على بعثات دراسية على نفقة الدولة. التهم: تأسيس وإدارة جماعة غير مشروعة، تشكيل وقيادة مجموعات تخريبية في مناطق المملكة، تقديم الدعم المالي لعناصر تلك المجموعات، بث ونشر وإذاعة بيانات مغرضة عن الأوضاع بالمملكة في الداخل والخارج، الاتصال بمنظمات خارجية وتزويدها ببيانات مغلوطة وكاذبة عن المملكة، الاتصال ببعض الهيئات والأحزاب في الخارج وحثها على دعم جماعته غير المشروعة. المدعو حسن علي حسن مشامع، غير موقوف خارج البلاد، السن 62، أمين عام ما يسمى حركة حق. التهم: يشارك المتهم الأول في إدارة الجماعة غير المشروعة، أوكل إليه بإثارة وتحريض المواطنين عن طريق خطب بدور العبادة، الاتصال بجهات خارجية وتزويدها ببيانات مغلوطة وكاذبة عن المملكة، بث ونشر وإذاعة بيانات مغرضة عن الأوضاع بالمملكة في الداخل والخارج، تقديم الدعم المالي لعناصر التخريب. المدعو سعيد عبد النبي الشهابي، غير موقوف خارج البلاد، السن 56، أمين عام ما يسمى حركة أحرار البحرين الإسلامية. التهم: يتزعم حاليا ما يسمى بحركة أحرار البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها، يدعو إلى إسقاط نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، التحريض على أعمال الشغب والتخريب ومقاومة السلطات، إصدار نشرات وبث بيانات تدعو إلى العنف والكراهية، تحالف مع أعضاء الجماعة غير المشروعة لتحقيق مخططاتها وأغراضها، يتلقى دعما ماليا من هيئات وجهات خارجية لتنفيذ أهدافها غير المشروعة، التنسيق والتنظيم لقيادات الجماعة غير المشروعة مع المنظمات والهيئات الدولية. المدعو سعيد ميرزا أحمد النوري، السن 45، ينتمي إلى ما يسمى تيار الوفاء الإسلامي. التهم: يشارك المتهم الأول في مخطط الجماعة غير المشروعة، إلقاء الخطب التحريضية وعدم الاعتراف بشرعية مؤسسات الدولة، إجازة أعمال الشغب والتحريض واستهداف الأبرياء. كلف من المتهم الأول بتشكيل مجموعة تخريبية بمنطقة عالي، الاتصال ببعض الهيئات والأحزاب في الخارج وحثها على دعم جماعته غير المشروعة. المدعو محمد حبيب منصور الصفاف، السن 48 سنة، ينتمي إلى ما يسمى تيار الممانعة، يحصل على مساعدات من الدولة ب300 دينار. التهم: يشارك المتهم الأول في إدارة الجماعة غير المشروعة، إلقاء الخطب التحريضية وعدم الاعتراف بشرعية مؤسسات الدولة، التحريض على أعمال الشغب والعنف واستهداف قوات الأمن، تقديم الدعم المالي للجماعة غير المشروعة لتنفيذ أهدافها ومخططاتها، الاتصال ببعض الهيئات والأحزاب في الخارج وحثها على دعم جماعته غير المشروعة. المدعو عبد الله عيسى عبد الله، السن 45،
ينتمي إلى ما يسمى تيار الممانعة، حصل على وحدة إسكانية عام 2007.